واضح معاك يا السباح. لا يعني انا اصلا بحس ان ما اعرفش ده غلط ولا صح، مش عايزه افتي، بس بحس ان الناس مفسره الموضوع غلط او فاهمين الموضوع غلط. انا ما بحبش الزحمه يعني، بتوترني حتى في الشغل جوه اللوكيشن لو لقيت ناس كتير ما بحبش الشغل. لا انا لو في حاجه صعبه ما بحبش اعملها. لو صعبه اخاف يعني ما مش عاملها، لكن لو صعبه مثلا كدور مثلا صعب او طبعا نفسي اعمل ادوار صعبه، رياضه صعبه نفسي اعمل رياضه صعبه بس ما تبقاش مخيفه او ما تبقاش خطر، لكن حاجه صعبه يعني قلق ما مش جبانه جدا. لازم عشان عايزه اطير مع سعاده السجاده. أنا صغيرة كان نفسي أعمل يعني نفسي أطلع زي شريهان. بصي أنا الحمد لله في أيام كتير بحس إنها أسعد أيام حياتي، بس لما كنت في كان كنا في مهرجان كان في مسابقة رسمية وكنا بنعرض الفيلم وكان في المهرجان، وأيام المهرجان دي كلها كانت بالنسبة لي أسعد أيام حياتي. Can Hear Your Life بتاع مؤلفة اسمها لويس هاي، بتتكلم بانه ان الناس ممكن تقدر تعالج نفسها لو عملت عادات معينة وان كل مرض سببه حاجة نفسية. انت شايفاني ايه؟ متواضعة جدا. متواضعة. طب كويس. شكرا، واضح.